نظمت الجمعية الولائية للهيموفيليا بولاية تلمسان الملتقى الدراسي العاشر بفندق زيري ببلدية الغزوات، أين شارك فيه عدة أطباء ودكاترة من مختلف أنحاء الوطن ومدراء المؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى رئيسة الجمعية الوطنية والمرضى وأهاليهم وبعض المخابر. وقد تطرق المتدخلون إلى عدة مواضيع تخص مرض الهيموفيليا كالآثار الجانبية للمصابين بسبب عدم تخثر الدم إلا بضرورة وجود الحقن فاكتور 1 و2، ناهيك عن المراقبة التشخيصية للمريض إضافة إلى التشخيص البيولوجي. وفي هذا السياق قدم بعض المرضى شهادات حية عن تحسن أحوالهم وصحتهم مقارنة بالسابق. ومرض الهيموفيليا هو عدم تخثر الدم وعدم انقطاعه إلا باستعمال الحقن، وهو نوعين ألف وباء، ويبلغ عدد مرضى الهيموفيليا وطنيا 3000 مريض، وفي ولاية تلمسان 130 مريضا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نظمت جمعية الهيموفيليا ولاية تلمسان هذا اليوم الدراسي حول مرض الهيموفيليا المقام هنا بمدينة الغزوات في فندق زيري. والهدف من هذا الملتقى وهو التحسيس بهذا المرض، لأنه حاليا على مستوى ولاية تلمسان راه عندنا إحصاء عند أكثر من 130 مريض ما بين الهيموفيليا ألف والهيموفيليا ب. والهدف الوحيد من هذا اليوم التحسيسي وهو باش تكون هناك مرافقة نتاع الأطباء والدكاترة فيما يخص العلاج نتاع هاد الشريحة من المرضى. ثانيا من الأهداف تاع الجمعية وهو توفير الأدوية على مستوى جميع المؤسسات الصحية بالتراب الولائي بولاية تلمسان فيما يخص الفاكتور 100 والفاكتور 9، لأنه هذا الدواء هو ضروري للمريض من حيث العلاج الوقائي والعلاج المستمر لتفادي الإعاقة. Rapprocher les femmes pour un dépistage.